وهذا سائل يقول: هل يجوز حلق اللحية وذلك لتجديد جواز السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة؟ لا يجوز حلق اللحية لأنه معصية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وتوفيرها وإعفائها وإرسالها، وكان صلى الله عليه وسلم ذا لحية عظيمة، فلا يجوز حلق اللحية. وحتى لو أجبرك أحد على ذلك فلا تطعه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف